بقرارة الساعة وهذا الاقتحام يستمر، قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة ومحيط مخيم جنين، ويتركز حتى هذه اللحظة محيط محاور مخيم جنين. هذه القوة مصفوفة بجرافات عسكرية مصفحة كالعادة في اقتحامات جنين، وبالفعل ما يجري الآن على الأرض هو قيام هذه الجرافات المصفحة بتجريف غالبية الشوارع في محيط مخيم جنين. تم استهداف هذه الجرافة مرات عدة بعبوات تناسب من قبل المقاومين، بالإضافة إلى صليات كثيفة ومركزة حسب ما أشار له بيانات فصائل المقاومة التي تصدر تباعا خلال هذه الاقتحامات كالعادة. أيضا كان هناك نشر لفرق القناصة محيط المخيم على العمارات المطلة، العمارات العالية المطلة على المخيم. أيضا هناك انتشار لقوات الإحتلال بقرب من مستشفى ابن سينا ومسجد طوالبي، كما هو الحال في غالبية الاقتحامات الأخيرة، إضافة لنشر مشاركة طيران المسير الاحتلالي من عدة أنواع، وخاصة الانتحار من نوع معوز الذي لديه القدرة على تفجير نفسه أو إطلاق صواريخ موجهة. كان هناك استهداف بعدة آليات من الاحتلال بالعبوات الناسفة والأكواع محلية الصنع. يعني مجمل ما يجري حتى اللحظة وفي غالبية اقتحامات جنين الأخيرة هو عمليات تجريف للشوارع، خاصة فيما يتعلق بمخيم جنين ومحيطه. طيران الاحتلال وقناصته تنتهز الفرصة لظهور أي مقاومين أجل استهدافهم، وهذا ما يجري حتى اللحظة. يعني شهدنا في الأونة الأخيرة والاقتحام الأخير فقط ما تم هو قيام جرافة الاحتلال تجريف ذات الشوارع التي يتم تجريفها في هذه اللحظات. كان هناك يعني محاولة لاستدراج الشبان إلى محيط المخيم من عمق المخيم نحو محيطه أو إلى خارجه، ولكن يقظت الشبان تيقظوا لهذه المناورة التي يحاول من خلالها الاحتلال استدراج الشبان إلى المحيط. يعني حتى اللحظة هذا ما يحصل. نعم، أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل الزميل الصحفي محمد حمدان من جنين. أيضا الصور التي ترد من جنين تظهر أن أحدى الجرافات التي تعمل بشكل مستمر هناك كما ذكر الزميل الصحفي تدمر سور مسجد طوالبة على أطراف مخيم جنين.